يأتي إلى هنا المسافرون والمهاجرون من جميع الأنحاء. إنهم يتأقلمون ويعيشون في تلك المساحة بين الشرق والغرب. ساعة الذروة على البوسفور كل يوم طيلة أيام السنة. إنها منصة حيوية للسفرات الطويلة وأكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم. تقع أكبر مدينة في أوروبا على مضيق البوسفور، وهو مضيق بين البحر الأسود وبحر مرمرة. تتنافس يومياً 150 من ناقلات البترول وسفن الحاويات من أجل حيز لها على امتداد 30 كيلومتراً من المناظر الطبيعية الحضرية. لقد قال المغامر الإيطالي جياكومو كازانوفا عن إسطنبول إنه لا يوجد في العالم أي شيء يضاهي المشاهدة الساحرة لهذه المدينة. إسطنبول نهاية طريق الحرير، الطريق التجاري القديم من الصين. لقد وصلت فاكهة المشمش وأزهار الزنبق وخزف البورسلين جميعها إلى الغرب عبر هذه المياه. لقد جلبت التجارة تبادلاً للأفكار وثروات ضخمة. مجد الإمبراطوريات القديمة في كل مكان. إن بحر مرمرة دافئ ومالح. مياهه الثقيلة تجري شمالاً عبر البوسفور إلى البحر الأسود. بينما يرسل البحر الأسود مياهه الخفيفة شبه العذبة نحو المياه المالحة في الاتجاه المعاكس. والنتيجة هي طريق سريع بمسارين للأسماك التي تصبح فريسة لخنازير البحر والدلافين قارورية الأنف وقنافذ البوسفور. إنها صيادة ماهرة وأكثر نجاحاً بكثير من منافسيها من البشر. ومع ذلك يبدو من الخارق للعادة أن تتمكن الدلافين من النجاة هنا بين التلوث والضجيج المستمر والزبد الناتج عن مراوح السفن. وتماماً مثل صيادي الأسماك المزدحمين على جسر غالاتا، فهي جزء دائم من حياة المدينة. مرتين في السنة يشهد البوسفور منظراً طبيعياً رائعاً. خلال فصل الربيع يهاجر حوالي نصف مليون طائر لقلق نحو أراضي التكاثر في أوروبا، وفي الخريف تحلق عائدة في حجها إلى مكتها. إن طيور اللقلق تقودها بوصلتها الداخلية والنجوم، ولكن نقاط مرجعية بصرية كمضائق إسطنبول هي مساعدة حيوية لملاحتها. كل يوم مهم في محاولة طيور اللقلق الوصول إلى أعشاشها في أوروبا قبل أن تستولي عليها طيور أخرى، ولكن عليها أن تحسن التوقيت، لأنها إذا وصلت باكراً جداً فسيكون طعامها لا يزال مدفوناً تحت الثلج والجليد. تستخدم طيور اللقلق تيارات الهواء الدافئ في طيرانها على طول المسافة بين إفريقيا وأوروبا، كما أن الانزلاق مع التيارات الهوائية الصاعدة يأخذها أبعد مما يمكن لأجنحتها أن تحملها. وإسطنبول فرصة ضرورية للراحة. فالرحلة إلى أوروبا تتزامن مع ولادة الربيع السنوية، وهذا ما يفسر أسطورة أن طيور اللقلق تجلب الأطفال.
تضم المناطق النائية في آسيا مجموعة متنوعة من الحيوانات بما فيها حوالي 7000 ذئب رمادي. وقد ألهمت هذه الذئاب الأوراسية القصص الخرافية الأوروبية، ولكن هذا الذكر الصغير ليس بذئب، إنه هجين من ذرية ذئب وكلب بري شارد. هذا وقت اللقاءات الثمينة. في كل ربيع تمر عشرات آلاف طيور اللقلق السوداء فوق اسطنبول في طريقها إلى أراضي التكاثر الخاصة بها، وما إن تصل هذه الطيور الخجولة إلى أوروبا حتى تختفي في الغابات. يشق هجين الذئب الكلب طريقه نحو المدينة. في منتصف الربيع تحوم أعداد مذهلة من طيور عقاب الثعابين والصقر الحوام فوق جسور البوسفور. 5000 عقاب ومئة ألف صقر تنضم إلى ربع مليون طائر جارح تشق طريقها نحو أوروبا. خلال بضعة أسابيع يعبر نحو مليار طائر المضيق بين القارتين. في الربيع يواجه سكان المتنزهات البرية في اسطنبول عددا من التحديات. السنجاب القوقازي هو أحد أقدم ساكني المدينة، واسطنبول هي أبعد نقطة غربا في منطقة سكنه. إن السنجاب غير واثق من القادمة الجدد كالببغاء الوردية، وبشكل خاص خلال موسم التكاثر، إذ غالباً ما يعشش الببغاء في الحفر التي يستخدمها السنجاب. إن الطيور الشابة التي تهدف لإنشاء عائلة جديدة مزعجة بشكل خاص. ما إن تترتب أمور المنزل بشكل آمن حتى يبدأ التركيز على العلاقة الزوجية، ولكنها تبقى تراقب الحياة المجاورة. قبل أن تغمر العطلة الصيفية المشهد، هناك نظرة حميمية عن حياة المجموعة. لقد وصلت الببغاء ذات الحلق الوردية قبل 2300 سنة في أقفاص من الهند مع الإسكندر الأكبر. تمكنت بضعة طيور منها من الفرار واستيطان موئلها الجديد. لكن نقار الخشب المرقطة والسناجب شديدة الحساسية فيما يتعلق باختيار المكان الذي تعيش فيه. أما الببغاوات فتعيش فيما هو متوافر. معظم الجزء الشرقي من البوسفور هو منطقة عسكرية مغلقة أمام العامة، ولكنها مفتوحة أمام الذئب الكلب الصغير. إن دخول المدينة يعني الاحتكاك بحيوانات أخرى. والآن هناك وقت للعب من أجل متعته الخاصة. إن الذئب الكلب لن يجد على الأرجح قطيعاً يحتمي به أو شريكاً، ويمكن أن يواجه مستقبلاً غير مؤكد في المدينة الكبيرة. لقد استوطنت مجموعة من طيور مالك الحزين الرمادي حدائق قصر توب كابي منذ أيام السلاطين. إن عالمها الذي تعيش فيه مرتفع فوق الأرض في أعالي أشجار الدلب.
حوالي 60 زوجاً من هذه الطيور تتكاثر هنا، رغم أن المياه الضحلة التي كانت تعتمد عليها للغذاء في الماضي قد اختفت أمام توسع المدينة. إن هذه الطيور مستعدة للطيران مسافة 40 كيلومتراً يومياً بحثاً عن الطعام للحفاظ على مسكنها داخل المدينة. على الأقل فمواد البناء لا تعاني من نقص هنا. وهناك طلب كبير على الفروع والأغصان. على بعد 20 متراً في الأسفل عادة ما تكون طيور مالك الحزين أحادية الزوج، وبشكل عام فإن الذكر هو الذي يأتي بمواد البناء. أحياناً تخدم هداياه هدفاً مزدوجاً. ففي الأسفل يعد قطف الأزهار جنحة، ولكن بالنسبة للطيور لا توجد أي قوانين، كل شيء مقبول. غصن مسروق من الحديقة، هدية مفاجئة ورمز للحب. وكما في أي مدينة، هناك المنطقة السكنية من المدينة، وهناك وسط المدينة. أما الواجهة البحرية فهي أقل خصوصية. تمارس الطيور طقوسها الصباحية، بعضها يجفف أجنحته أثناء السباحة حتى يتمكن من الإقلاع في أي لحظة، وبعضها يسافر متطفلاً أو ببساطة يختفي من المشهد. تعيش مستعمرة طيور الغاق عند حاجز الأمواج المقابل لميناء كاديكوي، حيث تمر قوارب صيد الأسماك والعبارات كل 10 دقائق. وعلى عكس معظم الطيور التي تغطس، فإن طائر الغاق يغوص كلياً تحت الماء، وهذا يجعل التحليق صعباً. لذا تقضي وقتاً طويلاً في تجفيف ريشها الداكن. خلال الأسابيع القليلة الأولى يعتمد الغاق بشكل كامل على والديه لإبقائه دافئاً وحمايته من الطقس والأعداء. فهذه العيون الخضراء بلون حجر الجاد تمسح المكان باستمرار تفادياً للخطر. تقضي أنثى الغاق 53 يوماً مقلقاً وهي تحمي فراخها. غالباً ما يتجاهل الغاق والنورس بعضهما البعض. إلى أن يتعلق الأمر بدودة دسمة. إلا إذا تبين أنها قطعة حبل قديم. تتوسع أعشاش الغاق باستمرار وتعزز باستخدام أي شيء في متناول اليد. لذا يجب أن تكونوا متيقظين دائماً. أثناء تسكع زوجين في عشهما ترعى أم فراخها، ولكن عدم قدرتها على الحركة يمنح الزوجين فرصة مثالية لسرقة شيء ما للعش الخاص بهما. فالسرقة جزء لا يتجزأ من الحياة حتى ولو كانت من أحد الأقارب.
ولكن التسلل بعيدا لن ينفع، حان الوقت لأن يقوم الذكر بواجبه. هذه الرقبة الممتدة وهزة الرأس هما حركة تهديد قوية. فغريزة التعشيش أقوى من أن تأبه بمشاعر العائلة الممتدة. كما أن النتيجة المثيرة للإعجاب تنتزع الاحترام. السطو والبناء والهدايا والاختلاس، هذه هي العلاقات التي تربط المجموعة معاً. لا شك أن سكان اسطنبول من الحيوانات البرية يمكنها التكيف مع المحيط الجديد. لقد استقرت طيور سمامة الصرود في وسط المدينة. وجعلت منازلها على شارع يؤدي إلى ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول. تنتمي سمامة الصرود إلى فصيلة السماميات أو معدومة القدمين، ويمكنها أن تمضي أكثر من نصف سنة في الهواء دون أن تنزل. وهي تعيش على الحشرات التي تطير عالياً والمعروفة باسم العوالق الهوائية. ولكن عليها أن تتوقف من أجل حضانة بيضها في فصل الربيع، ويمكن لهذا أن يسبب مشاكل. فأي تغيير هيكلي طفيف في عشها المألوف كتركيب موصل للصواعق يمكن أن يصبح تحديا حقيقيا. يمكن للفراخ أن تنتظر برهة دون غذاء، فعندما لا تجد الغذاء لفترات طويلة يمكن أن تتوقف أجسادها من أجل الحفاظ على الطاقة، وهي الطريقة التي تنجو بها عندما يقضي الطقس العاصف على الحشرات. إن التفحص الدقيق لسمامة الصرود يظهر شيئا لا يصدق، فمنذ الولادة تستضيف ذبابة طفيلية، ذبابة السمامة. وعلى الرغم من أنها مصاصة دماء تتغذى على دماء مضيفها، فإنها لا تشكل خطراً على هذه الطيور، إذ إن دورة حياتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدورة حياة مضيفها. ولا يزال العلم غير قادر على تفسير هذا، إذ يبدو أن الإصابة المفرطة بهذه الذبابة الطفيلية تقوي المستعمرة بدلاً من أن تؤذيها. عمل ناجح، انتهت المجاعة وعادت الحياة إلى طبيعتها. في هذه الأثناء وجد الذئب الكلب طريقه إلى الطرف الجنوبي من المدينة. من غير المرجح أن يجد موطنا هنا، فستكون هناك منافسة قوية من الكلاب المحلية الشاردة. تمثل اسطنبول المأهولة بالسكان خطراً عليه وفرصة له في نفس الوقت، وسوف ينتظر هبوط الليل قبل أن يتقدم أكثر.
إن ضواحي إسطنبول متاهة من الروائح، كما أن غنى هذه الروائح وتنوعها يجعل من الواضح جدا أن المنطقة محتلة. أما الجسر فوق البوسفور من جهة أخرى فهو أرض ممنوعة، كلاب قليلة وطئت هذه المنطقة. يأخذك ممر إلى الجهة المقابلة. في الوقت الحالي لا ازدحام في حركة السير، ولكن عندما يأتي الفجر ستزدحم الحركة. في قارة جديدة يتواصل بحث هجين الكلب الذئب. تضج هذه المدينة بالصخب والأبراج والمآذن، فقصر توبكابي الذي كان منزل السلاطين لمئات السنين هو جزيرة خضراء. عدد قليل من الزوار يعيرون انتباها إلى الحياة البرية الغريبة فوق رؤوسهم. لعصفور الدوري الذي على حائط القصر جار جديد. هذه الوافدة هي جزء من الحياة في إسطنبول. لقد وصل طائر المينا من جنوب شرق آسيا حديثاً. إنها طيور تقتات على المواد الحيوانية والنباتية وترتاح في النظم البيئية الحضرية. ينتمي طائر المينا إلى فصيلة الزرازير، وهو واحد من مهاجرة كثيرة في أراضي هذا القصر. فببغاء ألكسندرين الأكبر قليلاً من الببغاء وردي الطوق قادم جديد آخر، وقد حاز الاعتراف به كحاكم غير رسمي للمناطق العليا في الحديقة. إن المينا طائر اجتماعي على عكس غراب الزيتون، وغالباً ما يتصارع النوعان على فتات الطعام الذي يتركه السياح. ببغاء ألكسندرين نباتي بشكل تام، أما على بعد طابقين للأسفل فغراب الجيف يجهز المائدة. لقد تكيف مع طعام الشوارع لزوار الحديقة، وهو خبير في الوصول إلى الأطعمة بعيدة المنال. المائدة مجهزة لنزهة في الهواء الطلق، ولكنها عشاء لشخص واحد في حديقة جولهاني أو حديقة الورود السابقة للسلطان. أما في الأعلى فيمكن لببغاء ألكسندرين أن يركز على براعم أشجار الدلب. يعتقد أن هذا الطائر قد انتشر بعد عملية نقل غير قانونية جرت في تسعينيات القرن الماضي. لقد استقر الببغاء الآن بارتياح، وما إن تتكثف أوراق الأشجار حتى يصبح بمأمن من أعين المتطفلين. يحتاج مدخل العش إلى التوسعة قليلاً. إن طيور الببغاء تغزو بازدياد مدن أوروبا، فهي تتكاثر قبل غيرها من الطيور، ويمكن لتجويف الأشجار هذه أن تستخدم لاحقاً من قبل نقار الخشب أو الخفافيش. صغارها ليست في عجلة من أمرها للخروج إلى عالم آبائها،
فلا يزال طعامها يقدم لها مجانا. تعد حديقة الورود الخاصة بالسلطان اليوم أقدم حديقة عامة في اسطنبول، ويضيف زوارها المكسوون بالريش لمسة إضافية إلى أناقة المحيط. في موطنه الأصلي في الهند يعتبر ببغاء ألكسندرين آفة. أما في أوروبا فهو محل ترحيب بين أوراق الأشجار. إن الذئاب حيوانات حذرة وتتجنب البشر عادة، لكن الكلب الذئب من جهة أخرى يغامر أحياناً بالتوغل في المناطق السكنية، فمستوى الشجاعة يختلف حسب شخصية الفرد. إن الشوارع خالية، ولكنها ليست من دون حراسة. إن الكلاب الضالة جزء من الحياة اليومية على طول البوسفور، وهي مسجلة وتحظى بالرعاية والاهتمام. ولكن ليس كحيوانات أليفة، بل يتوقع أن تعيش حرة. يمكن أن تكون هذه حياة جيدة للكلب الذئب إذا ما تمكن من إيجاد مكان. وبالنسبة لسكان اسطنبول، فهم يعتمدون على الكلاب الشاردة من أجل إبقاء الحيوانات البرية بعيداً. طيور جلم البحر المتوسط يمكن رؤيتها في جميع أنحاء اسطنبول، ولكن لا يعرف إلا القليل عن أسرع وأمهر صيادة أسماك البوسفور هذه. يقال إن هذه الطيور تعشش في جزر نائية في بحر مرمرة. فهي تنام وتغطس لاصطياد الأسماك خلال طيرانها. وهي طيور تعيش منعزلة وتتجمع فقط من أجل الصيد. تتدفق أسراب من جلم البحر بشكل مستمر على هذه المياه بحثاً عن الطعام. مالك الحزين الرمادي لديه موقف ثابت يتردد عليه في سوق الأسماك القريب من جسر غالاتا. فالأنشطة ذاتها تجذبه في الوقت نفسه كل صباح. ومالك الحزين هذا من المجموعة التي تتكاثر في توب كابي، ولكنه لا يسافر مسافة 40 كيلومتراً بحثاً عن الطعام. فقد اتخذ عبارات في مرفأ القرن الذهبي المجاور لسوق السمك الصغير منطقته الخاصة. قلة يلاحظون كيف يغامر بالنزول إلى هناك للمطالبة بحصته من الصيد، ولكن عليه أن يكون حذراً. طيور النورس تتجمع أيضاً، ولكنها لا تستطيع منافسة هذا الصياد المتأنق. إن مالك الحزين فنان في سلخ الجلد عن الطعام لأكله.
يجذب الدولفين الصياد الكثير من الانتباه، وسرعان ما ينضم إليه غيره من آكلة السمك على أمل الاستفادة من جهوده. تجاهل سرب من نوارس الرنجة سفينة مارة إشارة مؤكدة على وجود دلافين تصطاد. عادة ما تكون حضنة النوارس على مستوى الأرض، ولكن في اسطنبول تفضل الطيور الأمان المتوافرة على الأسقف المسطحة للبنايات. وأحياناً تكون سطوح المدينة مسرحاً لمعارك مذهلة. فالنوارس تدافع بشراسة عن صغارها ضد أي جار يقترب منها كثيراً. حان الوقت للانضمام إلى الصيد. هذه الطيور الصغيرة تظهر فقط عند وصول الطعام، ولكن كيف تأكل السمك بشكل صحيح؟ إنها مهارة يجب تعلمها. تظهر الأم لصغارها كيف تفصل السمك عن بعضه البعض. حان وقت التحلية. وما تبقى يعود من حيث أتى. خلال أيام الصيف الحارة يبحث سكان المدينة عن الراحة من الحر في غابة بلغراد. هذه الغابة موطن لخنازير برية وغزلان، وكما في باقي اسطنبول لقطعان من الكلاب. هذه الرقعة الواسعة تسمح للكلب الذئب بأول احتكاك مباشر مع أقربائه من الكلاب. ولكي يحصل على قبول القطيع، على الكلب الذئب أن ينضم إلى اللعبة المعقدة للروائح والتسلسل الهرمي. ويعتمد النجاح على عدة عوامل، فقبل كل شيء لابد من قبول قائد الزمرة لهذا الوافد الجديد. يمكن للكلب الذئب أن يتغلب في أي منافسة منفردة، ولكن لا حول ولا قوة له أمام قوة القطيع.
بعد أن سيطر الأتراك على بلغراد عام 1521، جيء بآلاف السجناء من صربيا إلى هنا من أجل إعادة تشغيل القناة الرومانية القديمة، ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه المنطقة باسم غابة بلغراد. ولا تزال المياه تجري من هنا نحو قلب المدينة. أعمدة خزان البازيليكا الأرضي هذا وعددها 336 عموداً يصل عمرها إلى 150 عاماً. هذا المكان الغامض يقع عميقاً تحت سطح المدينة. عدد قليل من الناس يعلم أن الأسماك تعيش في هذه المياه هنا. سمك الشبوط النهري الذي لم يرى ضوء النهار أبداً. ذكر المسافرون في القرن 16 عادة غير مألوفة لسكان اسطنبول، وهي أنهم ينزلون إلى أقبية بيوتهم من أجل اصطياد السمك للعشاء. كانت تربية هذه الأسماك في الأصل من أجل تنقية المياه، ولكنها اليوم أشباح باهتة في عالم لا يعرف الوقت ولا النور. وفي نهاية الصيف تعود اللقالق من الشمال. إن نمو المدينة يفرض على الطيور أن تعشش على بعد 40 كيلومتراً من البوسفور، وهناك مئات الآلاف من اللقالق التي تنتظر الطقس المناسب من أجل عبور اسطنبول ومضائقها في طريق عودتها إلى مقرها الشتوي. لا يزال مزدحماً مع هبوط الليل، تغمره الألوان والعطور. تجد صيادة الأسماك التي يكسوها الريش مكاناً آمناً للنوم مع مغادرة المسافرين اليوميين للمدينة. التجار في البازار المصري يغلقون محلهم ليلاً ويقفلون على مخزوناتهم. وكالكلاب الضالة تجد القطط الشاردة الاهتمام والرعاية من سكان اسطنبول. ومع مغادرة آخر التجار لهذه الأزقة الضيقة تستولي القطط على البازار. وتزاح الستارة عن الصيادة الليلية. لم تكن الجرذان مرحبا بها أبدا في هذا البازار. تتجنب القطط عادة القوارض العدوانية، إذ إن هناك خطراً حقيقياً للتعرض للعض. لذا قبل مئات السنين أحضر التجار من القاهرة والإسكندرية متخصصاً في التخلص من الجرذان. فحيوان خز الزان يعيش قريباً من البشر، وقد جعل المدينة موطناً له. أما البازار فهو منطقة صيده المفضلة. خز الزان ينتمي إلى فصيلة ابن عرس، أو الحيوانات المفترسة الشبيهة بالكلبيات، وقد ترك وشأنه من قبل سكان البازار الماكرين. رغم أن خز الزان يأكل الخضار، فإن الأهداف المتحركة مغرية له.
إن إحضار حيوان خزيزان إلى الوسط التاريخي للمدينة قد عاد بالنفع على البشر والحيوانات على حد سواء. جبهة باردة تتقدم. في الخريف تكون اسطنبول مدينة رياح، فرياح بويراز الشمالية الشرقية تساهم في تبريد المدينة خلال فصل الصيف. أما الآن فهذه رياح لودوس من الجنوب التي يقال إنها تدفع البشر والحيوانات إلى الجنوب. في يوم كهذا قد تنضم الخنازير البرية إلى حركة الملاحة البحرية في المضيق. والخنازير البرية سباحة ماهرة، إذ بإمكانها إغلاق فتحات أنوفها. كانت الهجرة تحدث بسبب تغيير المناخ أو الهزات الأرضية، أما اليوم فالحيوانات البرية تعبر البوسفور غالباً هرباً من توسع المدينة. إن عبور المضيق عمل شاق، أحد الخنزيرين البريين يشق طريقه إلى الغابة، أما الآخر فيجد أمامه مزيداً من المدنية. من يعلم ما إذا كان جسر البوسفور الثالث هذا سيعني زحمة أقل أم المزيد من الناس في المدينة المكتظة؟ ولكن ما لا شك فيه أن مجال التحرك بات أصغر وأصغر أمام البشر والحيوانات البرية على حد سواء. إن الطيور خبيرة في التكيف مع المحيط المتغير ومع الظروف القاسية. حركات بهلوانية جوية في رياح ماكريل القوية والباردة. وفي اسطنبول لكل ريح اسم. بعض الطيور تفضل النزول ريثما تخف. الهبوط على قضيب الصواعق قد يكون تمريناً لهبوط عاصف فوق الأشجار. أو قد يكون ممتعاً فقط. إن القصور والفلل على طول البوسفور تمزج بين الهندسة الفيكتورية المنمقة والروعة الشرقية. في منطقة حددت الهجرة والتجارة شكلها عبر آلاف السنين. المدينة على البوسفور هي من أكبر مدن العالم. وفي أحد آخر الأيام الدافئة من السنة انتقل الكلب الذئب إلى أطراف المدينة. إن اللقالق المنهكة في أمان من الكلب الذئب، إذ لا يمكنه التركيز على فريسة منفردة منها ضمن آلاف الطيور هذه. مع الأغنام سيكون الأمر أسهل بكثير، فالحيوانات الأضعف تكون أكثر وضوحاً، كما لا يمكنها الطيران هاربة في الهواء.
الطيور التي تهاجر جنوباً في الخريف أكثر من تلك التي تذهب شمالاً في الربيع، فتلك الأكبر سناً تصطحب الآن معها صغارها. رغم غريزتها الطبيعية القوية في الملاحة، فلا تزال اللقالق الصغيرة تحتاج لقيادة الوالدين خلال أول رحلة لها نحو مقرها الشتوي. بعد أيام من الانتظار، تختبر الطيور تيارات الهواء الحرارية الصباحية. في البداية، قلة منها فقط هي التي تحلق في الهواء، ثم ينضم إليها المزيد. الطيور الفردية التي كانت تحلق منفردة عليها الآن أن تتناغم في طيرانها مع بعضها البعض لتشكل سرباً ضخماً. وكلما كبر السرب، ازداد الدافع للانطلاق في الرحلة الطويلة. وأخيراً، حين تهب الرياح المناسبة لطيور اللقلق، تنطلق الآلاف منها في رحلتها الجماعية نحو مقر إقامتها الإفريقي الشتوي. لكن لن تصل كلها إلى وجهتها، فالطيور الضعيفة في هذه المرحلة لن تنجو خلال الرحلة. إن المزارعين معتادون على مشاركة اللقالق حقولهم، إنها عادة قديمة. تلعب الذئاب دوراً أساسياً في الأساطير والخرافات التركية. تقول هذه الأساطير إنه بعد ذبح قبيلة كاملة، كان الناجي الوحيد رضيعاً تبنته ذئبة تدعى أسينا، وأن كل الأتراك هم من سلالة ذلك الطفل الرضيع. لكن يبدو أن هجين الكلب الذئب هذا هو قبل كل شيء كلب أكثر منه ذئباً. والاحتمال الأكبر أن هذه آخر رحلات شروده الصيفية، فمع حلول الأيام الباردة سيعود إلى المدينة ليجعلها منزله. يمثل ظهور النوارس السوداء قدوم فصل الشتاء في هذه المدينة التي تقع على قارتين. بعد فترة راحة قصيرة، تستقبل اسطنبول من جديد زواراً جدد. مع توقف عبارات البوسفور السريعة بسبب الطقس، يظهر سياح شتويون آخرون. تسيطر عصافير الزرزور على سماء قصر توبكابي. تساقط الثلوج النادر يغطي المدينة بعباءة بيضاء كعباءات الدراويش. ولا تزال اسطنبول تتسع للجميع، للسكان الأصليين وللمهاجرين وللمزيج الذي يشكلون.